السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نورهان من اف بي ماركت. النهاردة هنتكلم عن مؤشر القوى النسبية اللي هو الـ RSI. تمام، خلونا بس أكدوا عليا إن الصوت واضح، الشير سكرين واضح. هستنى دقيقتين تلاتة لحد ما نتجمع وأبدأ أشرح اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. تمام، أكدوا عليا بس إن الصوت واضح والشير سكرين واضح قدامكم. طيب احنا هنتكلم عن مؤشر الـ RSI. طبعا كتير بنسمع عنه من المؤشرات الكويسة اللي بنعتمد عليها، وهقول لكم كمان ايه اللي ممكن ندخله على الـ RSI يدينا فلترة للإشارات بتاعتنا من الحاجات الكويسة. يعني احنا في الـ RSI كمؤشر بنعتمد على الميد رينج في الكسر والاختراق، يعني في الاتجاهات الأساسية اللي عندنا اتجاه صاعد، اتجاه هابط، اتجاه عرضي. ببدأ اعتمد على قراية المؤشر نفسه، بس لما بدخل معاه موفينج افريج كمان بيعمل لي فلترة للإشارات اللي انا شايفها عشان ما اخدش إشارات غلط. تمام، وضحوا لي يا شباب ان الصوت واضح. الاستيشن بسيطة بس هنعتمد على التطبيق. الحاجات مؤخرا الأسباب الرئيسية ممكن أتكلم عليها من خلال مؤشر الـ RSI، وأقول لكم إيه فرق بين المؤشر الـ RSI مثلا ومؤشر الـ MCD، أو إيه الفرق بين الـ Moving Average والـ RSI. تمام، لازم دي حاجات تبقوا عارفينها وأنتوا بتتعاملوا مع المؤشرات. وإحنا مش بنحط الـ RSI كمؤشر موجود وخلاص ونشوف 30 و70 ونبدأ نشتغل معاه، لا، لازم تبقى عارف المؤشر ده بيديك إيه، إيه اللي تقدر تعتمد عليه بشكل أساسي من المؤشر ده. مش كل الحاجات تقدر تعتمد عليها. المؤشر الواحد انا قلتها قبل كده وبقولها تاني، كل مؤشر ليه حاجه بتميزه، ركز على الحاجه اللي بتميزه، ما تستخدمش كل الحاجات اللي المؤشر بيقول لك عليها. لا، هو المؤشر نفسه بيبقى ليه حاجات كتير، ادوات كتير جوه المؤشر، لكن مش كلهم بيبقوا فعالين او مش كلهم بيديك ريزلت كويسه. لا، هو بيديك كله وانت اللي بيتناسب معاك، بيناسبك تبدا تشتغل عليه. فانت لو بتستخدم كذا مؤشر وفي مثلا مؤشرين ثلاثه نفس الحاجه بيعملوها، زي مثلا الاستوكاستيك 20 80 الار اس اي 30 70، طب ما انا ممكن اتلخبط، استنى الار اس اي عند 30 ويكون لسه الاستوكاستيك مثلا عند ال 50، طب انا هاخد انهي اشاره؟ فلازم تبقى عارف الاستوكاستيك اللي بيميزه، الام اس دي اللي بيميزه، الار اس اي اللي بيميزه. تمام جدا. تمام، خلينا بقى نبدا. اللي انا هتكلم عليه يعني ايه مؤشر الار اس اي، اللي هو مؤشر القوه النسبيه اللي بيقول لي مين المسيطر في السوق، القوة الشرائية ولا القوة البيعية. وفي حاجة برضو الناس بتبقى فيها لخبطة، المناطق التشبعات الشرائية والتشبعات البيعية. معنى ان هو يوصل للتشبع الشرائي مش معنى كده ان انا خلاص ابيع، ولا ان هو يوصل لتشبع بيع خلاص يبقى انا اشتري، لا خالص. خلونا برضو هنتكلم عليه ازاي اتداول بالمؤشر ده والدايفيرجنز في التداول. وعندي حاجة اسمها فيلير سوينج، عاملة زي الدايفيرجنز بس ليها يعني شرط كده معين عشان نقول ان هو فيلير سوينج مش دايفرجنت. فده اللي هتكلم عليه. وفي الاخر هدمج ازاي تحط الموفينج افريج على مؤشر الار اس اي نفسه زي كده، وايه اللي انا ممكن استفيد منه في الموضوع ده. انا حطاه تقريبا مع مؤشر الدولار، ده مؤشر الموفينج افريج اللي احنا دايما بنلاقيه على الاسعار. لا، انا حطاه مع الار اس اي. انا كنرهان بستخدم الشكل ده، انا كنرهان بستخدم الشكل ده مش اكتر، يعني ما بحطش الار اس اي لوحده، لا انا بستخدم معاه كمان الموفينج افريج عشان يقول لي فلتره الاشارات بتاعتي ايه. خلونا نبدا على طول. ايه هو مؤشر الار اس اي؟ مؤشر الار اس اي من المؤشرات القويه اللي بيقول لي القوه الشرائيه والقوه البيعيه المتفلتره ازاي. يعني ايه؟ هو مؤشر اوسليتورز، اوسليتورز باوندد. لازم نفرق بين المؤشرات الاوسليتورز والمؤشرات اللاجنج. مؤشرات اللاجنج دي مؤشرات بتتبع الترند، بتتبع الاتجاه، مش بتقول لي حاجه جديده. زي مين؟ زي الموفينج افريج،
زي البولينجر باند، زي الاشموكو. لكن الاشموكو هو لاجنج بس من الادوات بتاعته في حاجه فيها ليدنج اللي هي مين؟ السحابه. لكن كل المؤشرات اللي انا قلتها دي بتتبع الترند، مش بتقول لي حاجه قبل ما الاسعار تعملها، لا، لما الاسعار تعمل حاجه معينه هي بتتبعها على طول بالاشاره بتاعتها، لان في ناس ما بتعرفش تقرا الاشارات او التحركات السعريه، فبتستخدم حاجه زي الموفينج افريج. لو الاسعار قطعت الموفينج افريج يبقى كده سيطره بيعيه بدات تظهر، لو الاسعار اخترقت الموفينج افريج الاعلى كده عندي سيطره شرائيه بدات تظهر. ده فده الليجنج. طب الليدنج اللي هو المؤشرات الاوسيليترز بيقول لي او بيوريني حاجه في السوق انا مش شايفها في الاسعار، حاجه او ضعف في السوق انا مش شايفه، قوه في السوق انا مش شايفها. يعني الاسعار بيبقى فيها صعود لكن المؤشر بدا يديني اشارات سلبيه، او الاسعار بيبقى فيها هبوط بس المؤشر بدا يديني اشارات شرائيه، ده بنسميه مومنتوم اللي هو تسارع الصعود والهبوط. اه الاسعار بيبقى فيها صعود لكن مش زي الصعود اللي قبل كده. فانت هتقعد تحسب بالورقه والقلم، النهارده طلع جنيه، بكره طلع 2 جنيه، بعده طلع جنيه ونص، تقعد تحسبها؟ لا مش تقعد تحسبها، انت قدامك في هاي بيحصل او في قمم سعريه جديده بتحصل، لكن المؤشر بيقرا لك تسارع الصعود والهبوط ده نفسه بيبقى عامل ازاي. لو تسارع الصعود بدا يقل بدا يبدا المؤشر يديك اليرت ان هنا الصعود، اه في صعود لكن الصعود ده مش قوي، المشتري بدا يضعف، ما بقاش يطلع الاسعار زي ما كان بيطلعها قبل كده. نفس الموضوع في الهبوط، البياع ما بقاش يبقى ينزل الاسعار اكتر من كده، فمع انك بتبقى شايف لهات جديده او قاعان سعريه جديده لكن بيبقى فيها ضعف في السيطره البيعيه مقارنه بقبل كده. بيبدا المؤشرات الاوسيليتورز دي تديك حاجه اسمها دايفرجنس، او تديك اللي هو المومنتم، بيقول لك ان تسارع صعود الهبوط فيه مشكله في الترند اللي انت اللي قدامك، يعني لو بتفكر تشتري لا استنى. فده الاوسيليتور. طيب الاوسيليتورز متقسم نوعين، متقسم نوعين عندي، باوندد وان باوندد. الباوندد زي مؤشر القوى النسبيه اللي هو الار اس ار، اللي هو بيبقى ليه حد ادنى وحد اقصى اللي هو من 0 ل 100. تمام، مين تاني اللي عندي باوندد من المؤشرات الباوندد والاوسيليتورز برضو؟ الاستوكاستيك من 0 ل 100. طيب انا لو ببص على اي مؤشر في الدنيا، اي مؤشر حتى لو موجود في الحاجات اللي هي خاصه بالام كيو ال 4 وام كيو ال 5، مش هم بيعملوا مؤشرات كتير وممكن تعمل تيست ليها، لازم تبقى عارف هل المؤشر ده اصلا اوسيليتور، طب هو باوندد ولا ان باوندد، عشان تبقى عارف تشتغل عليه ازاي. لو باوندد هتلاقي هنا زي الار اس اي كده، اكبره شويه، هتلاقي ان هو بدايته زيرو اللي تحت ده ونهايته 100، يبقى ده كده باوندد، ليه حد ادنى وحد اقصى، يعني المؤشر ما ينفعش يمشي فوق ال 100، مش هتلاقي فوق ال 100 اصلا، اخره ال 100 في الصعود. حتى لو الاسعار بتطلع بقوه جدا، حتى لو الاسعار بتطلع بقوه جدا، لا برضه هو مش هيعدي ال 100 لانه محكوم بليمت. والزيرو حتى لو الاسعار فيها هبوط قوي جدا جدا جدا، في انهيار في الاسعار برضو مش هتلاقيه في السالب. ده الباوندد. طيب الان باوندد زي الام سي دي، طبعا الناس اللي متابعيني عارفين ان انا بستخدم الام سي دي بشكل اساسي، فهو الام سي دي ان باوندد، يعني ممكن تلاقي الاسعار لو فيها هبوط قوي تلاقي الام سي دي وصل للسالب عادي، لو الاسعار اللي فيها قوه شرائيه كبيره جدا هتلاقي عادي عدى ال 100. فهنا بتبدا تشتغل معايا ازاي، تبقى عارف تشتغل معايا ازاي، ان انت لو باوندد فانت محكوم بدايفرجنز معين بيظهر في مناطق معينه. الدايفرجنز اللي هو اصل المومنتم اللي هو بتعرف منه تسارع الصعود والهبوط اللي هو اساس اصلا المؤشرات الاوسيليتور. طيب لو هو ان باوندد، لا ده انت يبقى الاساسي عندك هو الزيرو، كل ما الاسعار او سوري المؤشر تحركاته بتبعد عن الزيرو كل ما بتوصل لتشبعات بيعيه او تشبعات شرائيه كبيره جدا، فتبدا تشوف ان اول اشارات دايفرجنز عند المناطق البعيده عن الزيرو دي تبدا تاخد عليها اكشن. كده الموضوع بالنسبه لنا اوضح بالنسبه لمؤشرات الاوسيليتور. حتى هنا لو انت مثلا الار اس اي وانت مش عارف هو مثلا لاجنج ولا لاجنج، يعني الترند بيتبع الترند، او الاوسيليتور هتبدا تتوه لو انت بتدور عليه
في الانسكت احنا عارفين الانديكيتور، لو هتبدا تدور عليها هتبقى مش عارف، انا هفتح هنا تريند كده وابص هتوه هو، طب هو فين؟ فهو لو انت عارف الوظيفه بتاعت الار اس اي هتبقى عارف على طول اللي هو قصده، هتلاقيه هنا على طول، هتعرف ان هو في الاوسيليتورز. طيب ايه قرايته؟ ليه معادله حسابيه اختصارها ان هو بيجيب لك القيم الموجبه، ولو جبت القيم الموجبه يبقى القيم السالبه قدامها زيرو. طيب لو ده في الاتجاه الصاعد، طب في الاتجاه الهابط بيبقى العكس، القيم الموجبه هي بتبقى زيرو والقيم السالبه بيجيبها. بعديها بيجيب معادله اللي هي الار اس ار، المعادله الار اس بعديها بتقسم على 100، فهي المعادله صعبه شويه. المهم ان بعد ما بتطلع الرقم ده مثلا يطلع 60، طب يعني ايه 60؟ يقول لك 60% من القوة اللي موجودة في السوق قوة شرائية، يعني معنى ان الاسعار او المؤشر يوصل ل 70%. يعني ايه؟ احنا عندنا من 0 ل 100 وبنبدأ نقسمها، تقسيمة الـ RSI 30 ل 70، 30 70، 30 دي مناطق تشبعات بيعية، 30 او 70 مناطق تشبعات شرائية. يعني ايه؟ معنى ان احنا نوصل ل 70، يعني انا عندي 70% من القوة المسيطرة في السوق هي القوة الشرائية، 70% من المسيطرين في السوق شراء، يبقى قصادها مين؟ 30% بس هو البياع. فانت عارف ان معنى ان المؤشر تلاقيه عند ال 70، يعني انت عندك 70% قوة شرائية مسيطرة، 80% قوة شرائية مسيطرة، 90 وهكذا، 100%. بس دي طبعا ما بتجيش، ليه؟ لان انت كده كده الار اس اي بتقسمه على 100، فما فيش اصلا 100% دي، لان انت بتقسم في المعادله بتاعتك 100%، فمش هتلاقيها، فانت عندك مش هتلاقيها. بس اللي انا عايزه اوصله لك ان انت لما تلاقي المؤشر عند 30، معنى ان المؤشر يكون عند 30 يبقى مين اللي مسيطر؟ عندي 70% من اللي مسيطر القوى البيعية، والباقي 30 ده هو المشتري. طيب معنى انه يوصل ل 10، ساعات يوصل ل 10 او ممكن يوصل ل 10، معنى ان هو يوصل ل 10 يبقى انت عندك 90% من السوق، الهبوط اللي انت شايفه ده 90% قوة بيعية هي المسيطرة. ففكرة التحركات بتاعت المؤشر جوه هي القوة المسيطرة مين وبكام بنسبة قد ايه، فانت بتبقى عارف لما تلاقي 70% شراء يبقى على طول اصلا القوة الشرائية او القوة المسيطرة في السوق هي القوة الشرائية. خلينا نرجع للسلايد عشان لو حد عايز يصور. انا بستخدمه ليه؟ ايه اهميته؟ خليني اكبره كده. هو بيأكد لي اتجاه السوق، كل المؤشرات بتأكد لي اتجاه السوق. يعني ايه؟ يعني ان انت عندك 3 اتجاهات في السوق، الاتجاه الصاعد، الاتجاه الهابط، الاتجاه العرضي. لو انت مش عارف يعني ايه اتجاه صاعد، فانت تعرف من المؤشر، تعرف يعني من المؤشر لو بصيت على المؤشر تعرف انت في اتجاه ايه. بيقول لك ان انت لو انت ما بين الميد رينج وال 30 او فيما اقل طبعا من الميد رينج اللي هو ال 50، الميد رينج بتاعنا في المؤشر هو ال 50. لو انت تحركات المؤشر بين ال 50 لل 30 اللي هي مناطق التشبعات البيعيه، يقول لك ان انت كده في اتجاه هابط. يعني لو انت متلخبط ومش عارف السوق في اتجاه هابط ولا لا، بص على المؤشر. لو لقيت تحركات المؤشر بين الميد رينج وال 30، كده انت كونفيرم ان انت في اتجاه هابط. العكس لو انت في اتجاه صاعد، لو الاسعار او المؤشر بيمشي بين الميد رينج بتاعي وما بين الاوفر بوت، الاوفر بوت اللي هو مناطق التشبعات الشرائيه اللي هو 70، 70% لما يبقى المشتري هو المسيطر يبقى انا فعلا في مناطق التشبعات الشرائيه. بس مش معنى كده ان انا ابدا ابيع عشان انا وصلت لل 70، لا، انت فهمت القرايه بتاعتها. معنى ان السوق يوصل لل 70 او المؤشر يوصل لل 70 يقول لك ان القوه المسيطره عندي، القوه الشرائيه المسيطره 70%، ده بيقول لك ان انت تبيع. لا، اذا كان بيقول لك 70% من الموجودين في السوق دلوقتي هو الشراء، يبقى انت هتبيع بناء على ايه؟ تمام؟ الا لو حصلت بقى اللي هي فكره تسارع الصعود قل، تسارع الصعود قل، ودي اللي هنقولها في الدايفرجنت.
الار اس اي بستخدمه في الدايفرجن، في الدايفرجن بستخدمه في حته الفلتره بتاعه الموفينج افريج والميد رينج، ده اللي انا بستخدمه كنرهام في المؤشر. بس لازم تبقوا عارفين كل حاجه وبتبداوا انتوا تشتغلوا عليه زي ما بيريحكم، او الاداه اللي بتريحكم في المؤشر تبداوا تشتغلوا عليها. بس لازم اعرفكم انا كنرهام بشتغل عليه ازاي برضه. تمام. فكرة القرار الشرائي والبيعي برضو، وأنا بعمل لكم الفلترة بتاعت الموفينج افريج هوريه لكم ليه. بحط الموفينج افريج معايا عشان فلترة القرار الشرائي والبيعي، معرفة القوى البيعية والشرائية المسيطرة في السوق، واللي مش بتبقى ظاهرة بشكل واضح الأسعار بالظبط. هو أنت دلوقتي لما تبقى شايف اتجاه صاعد، هو في الاتجاه الصاعد ده انت عارف كام في المية من الصعود او كام في المية من المشترين المسيطرين؟ لا، بتعرفها من المؤشر، من المعادلة بتاعته الرياضية. بتبقى عارف ان هي لو المؤشر عند 60 تعرف ان الصعود بنسبة 60%، الصعود بنسبة 60%، او الصعود بنسبة 70%. يعني 70% نسبة صعود يعني مشترين موجودين، و30% هم البياعين الموجودين. في بقى حاجة ميزة برضو في الـ RSI مش موجودة في المؤشرات التانية، يعني برضو مثلا مش موجودة في الاستوكاستيك، فكرة الكلاسيك ان انت ترسم عليه خطوط اتجاه وقنوات سعرية. ترسم عليه خطوط اتجاه وقنوات سعرية ينفع؟ اه ينفع على الـ RSI، ينفع. عشان كده هتلاقي كتير قوي في الـ RSI تلاقي خط اتجاه واتكسر، زي بقى فكرة السيشن اللي فاتت لما شرحنا خطوط الاتجاه. خطوط الاتجاه بتتكسر، فهي نفس الفكره برضو في الار اس اي بالظبط. اول ما يتكسر كده بيكونفيرم معايا ان هو نازل مثلا يكسر لي الميد رينج لو انا في اتجاه صاعد. كل ده هوريه لكم على الماوس. تمام. يبقى الاهميه اقدر ارسم عليه كلاسيك بتاعنا، الكلاسيك بتاعنا اللي هو دعوم ومقاومات، دي فكره الميد رينج. الكلاسيك لما انا اتكلم في كلاسيك يبقى انا قصدي دعوم ومقاومات، خطوط اتجاه، دي الحاجات الاساسيه بتاعتنا. طيب انا ليه ما قلتش هنا دعوم ومقاومات؟ لان الميد رينج بتاعي بيرياكت ك سبورت وريزيستنس. يعني ايه؟ لما انا ابقى في اتجاه صاعد، مش الاسعار او المؤشر بيمشي ما بين الميد رينج بتاعي والاوفر بوت. طب لو كسر الميد رينج يبقى كانه كسر ايه؟ كسر ده. والعكس لو انا في اتجاه هابط، يبقى انا المفروض المؤشر ماشي ما بين الميد رينج وما بين الاوفر سولد. الميد رينج والاوفر سولد اخره فين في الهبوط؟ في لو الاسعار هتكمل هبوط اخره عند الميد رينج. طب اخترق الميد رينج، يبقى كده اخترق ايه؟ كده كانه اخترق لي مقاوم. فده الكلاسيك بالنسبه للار اس اي. ونقدر كمان نرسم عليه خطوط الاتجاه بالقنوات السعريه، وهوريكم برضو على التشارت. الاستخدامات، المؤشر زي ما قلت لكم ليه حد ادنى وحد اقصى، الزيرو المية ما ينفعش تبقى في السالب، او ما ينفعش نعدي المية. الحدود بتاعته تحركاته من 70 للمية، يعتبر مناطق تشبعات شرائية. بس بيقول لك ان في سترينث في السوق وفي قوة شرائية في السوق على حسب انت في كام، عندك 70 ولا 80 ولا 90. 100 دي يعني ما بيوصل لهوش. تمام. وبالنسبة لتحركات المؤشر من الزيرو لل30، ده كده مناطق تشبع بيعي. بس مش معنى ان انا وصلت لمناطق تشبع بيعي يبقى انا ابدا اشتري عشان هو نزل جدا او المؤشر نزل جدا، لا عادي خالص. بالعكس، المؤشر ممكن يمشي سايد واي في مناطق التشبعات البيعية او مناطق التشبعات الشرائية. وفي الاتجاه العرضي، دي في كل المؤشرات، دي في كل المؤشرات الاوسيليتورز، تعرف ان انت اللي هي الباوندد اللي هي ليها حد، تعرف ان انت في اتجاه عرضي لو الاسعار او المؤشر نفسه بيروح للاوفر بوت والاوفر سول، بيروح للاوفر سول بعدين يروح للاوفر بوت وهكذا، مش بيلتزم بالميد رينج. معنى ان هو يلتزم بالميد رينج يبقى انت عندك اتجاه. طب عمال يكسر ويخترق الميد رينج، تعرف ان انت في اتجاه عرضي. ده كده، ده الدولار فرنك على ال4 ساعات. بص الاتجاه الصاعد، لو انت مش فاهم، انت مش عارف انت في اتجاه صاعد ولا لا، بص على الار اس اي. الار اس اي عباره عن 14 يوم، ده الديفولت بتاعه وده اللي احنا بنستخدمه وما بنغيرش فيه حاجه. ال 14 يوم زي ما هو، بتعرف ان هو في اتجاه صاعد قبل ما تبص حتى على الاسعار، بص على المؤشر. لو لقيت ان المؤشر ماشي ما بين الميد رينج اللي هو ال 50 والاوفر بوت، الميد رينج الاوفر بوت، يبقى انت في اتجاه صاعد. كسر كأنه كسر مين؟ كأنه كسر ده، كأنه
كسر ده. هنا بقى انا كمان بحط مين معاهم؟ بحط الموفينج افريج، بيأكد لي القرار بتاعي. يعني لو لقيت ان الموفينج افريج كان هنا مثلا، هرسمها لكم كده عشان اوصل لكم بس الفكره. لو الموفينج افريج مثلا كان هنا كده، وان لقيت المؤشر نفسه الـ RSI راح جاي كاسر الموفينج افريج، بعرف ان 90% ان المؤشر رايح كمان يكسر مين؟ رايح كمان يكسر الميد رينج فلتر. او بيقول لي لو انت مثلا معتمد ان هو هيروح للميد رينج عشان انت في اتجاه صاعد ويبدا يرد، مش انت في اتجاه صاعد كل ده، المفروض ان المؤشر بيبقى اخره فين؟ عند الميد رينج ويبدا يطلع. فانت عشان ما تعتمدش على حاجه زي كده، لو كسر الموفنج افريج تعرف ان هو 90% رايح يكسر الميد رينج بتاعه او الدعم بتاعه، او الاسعار بدا يبقى فيها ضعف. يبقى لو انت بتحضر نفسك ان انت تشتري عند الميد رينج عشان الاسعار في اتجاه صاعد، هيقول لك وقف كده. فدي كده فلتره كويسه. طول ما الاسعار، او سوري، طول ما المؤشر ماشي ما بين الاوفر سولد والميد رينج، تعرف ان انت في اتجاه هابط. هنا ممكن يلخبطك، او انا كده في اتجاه هابط ولا في اتجاه عرضي؟ بص على المؤشر، لقيت المؤشر ماشي ما بين الميد رينج وما بين الاوفر سولد، يبقى انت كده في اتجاه هابط. ده خط في الاتجاه اهو، مش دي قاعنة اهي، واحد اتنين تلاتة، وفي الاخر الرابع اتكسر، رد منه حاجة بسيطة وبدأ يعمل لي قمة اقل من قمة. نفس الكلاسيك بتاعنا، قمة اقل من قمة، يبقى بيقول لك ان هو رايح يكسر خط الاتجاه الصاعد ده. بس معنى ان هو يكسر خط الاتجاه الصاعد على الار اس اي، يبقى انا كده لازم اكون فاهم اتجاه هابط؟ لا، انا عندي اتجاهين تانيين، اللي هو يا اما اتجاه هابط يا اما يمشي فين؟ يمشي اتجاه عرضي. يعني ايه اتجاه عرضي؟ الاقي ان الاسعار ماشيه ما بين المؤشر ماشي ما بين الاوفر سول 30 تطلع لل 70، تنزل لل 30 وتطلع لل 70، وهكذا. دي كده حاجه. ده فكره ان انا ابقى ماشيه في اتجاه عرضي. لو انا مش فاهم الاتجاه العرضي، هتبص على الار اس اي، هتبقى الار اس اي، لو لقيت ان الار اس اي عمال يخترق الميد رينج ويكسر في الميد رينج، تعرف ان انت مش في اتجاه. تمام؟ تبدا تشوف بقى لما بيوصل لل 30 ويبدا يرد الاعلى، يبدا نشوف ان في فرصه شرائيه. راح للاوفر بوت 70 وبدا يترن وينزل، تعرف ان انت وصلت للقمه بتاعه الاتجاه العرضي، تبدا فرصه بيعيه، وهكذا. بس لما يرد من ال 30، لانه ممكن يروح عند ال 30 ويمشي عرضي. لو راح عند ال 30 ومشي عرضي، ممكن تلاقي هبوط اكتر في الاسعار. او لو وصل عند ال 70 ومشي عرضي، تعرف ان هبوط اكتر، سوري، صعود اكتر في الاسعار. هو انت اصلا القرايه ان هو يمشي عرضي عند 70 ده ايه؟ ان الاسعار ما بتعملش قمم سعريه جديده، هي ثابته عند 70. 70% ستيل هم المسيطرين في السوق، ما مش قادر يعمل لي ال 80 وال 90 والكلام ده، بس انت ستيل ما بتنزلش. فما ينفعش تبقى انت في اتجاه عرضي واول ما يوصل لل 70 تروح جاي بايع عشان انت في اتجاه عرضي. لا، لازم يعمل يوتيرن ويبدا يقل تاني، يبدا يقل تاني، بالنسبه لك كده خلاص انت ستيل في الاتجاه العرضي. بس نصيحه مني، انا مش باخد، برضو من الحاجات اللي لازم اقولها، انا كنرهان ما باخدش الاتجاه العرضي من الار اس اي، يعني ما بشتغلش عليه. افضل مؤشر تشتغل لو انت بتتريد على الاتجاه العرضي، افضل مؤشر تستخدمه في الاتجاه العرضي هو الستوكاستيك، لانه هو معمول اصلا لفكره الاتجاه العرضي. فلو انت من الناس اللي بتحب تشتغل على الاتجاه العرضي على اي تايم فريم، وعايز تشتغل على مؤشر معين يديك الاوفر سولد والاوفر بوت عشان تاخد اول ما يوصل للتشبع بيع تشتري، اول ما يوصل للتشبع شراء تبيع، وهكذا، اشتغل على الستوكاستيك، ما تشتغلش على الار اس اي. تمام كده؟ بس هو ينفع؟ اه لا، هو على الار اس اي اصلا ينفع، بس مين اللي يديك سيجنال احسن؟ الستوكاستيك. طيب، فكره الدايفرجنز هي فكره تسارع الصعود والهبوط. يعني ايه؟ يعني ان الاسعار بتكون بتعمل لي قمم سعريه جديده، قمه اعلى من قمه، الاقي ان المؤشر بيعمل لي قمه اقل من قمه. بس في المؤشرات الباوندد اللي ليها حدود، ليها شرط ان القمه الاولانيه لازم تبقى فوق ال 70، القمه الثانيه يا اما هي تبقى اقل،
يعني تبقى اقل من ال70، ممكن تبقى عند ال60 او ممكن تنزل. اهم حاجه ان هي الافضل ان هي تنزل من ال70، تنزل من ال70، بس عادي ان هي ممكن تبقى جنب اللي فاتت بحاجه بسيطه تاني، عشان في ناس تقول لك لا دول قمتين زي بعض ما ينفعش. لا تنفع عادي خالص، بس هو اللي يفضل ايه؟ يفضل ان القمه الاولانيه تكون فوق ال70، القمه التانيه تحت ال70 كده. هو المؤشرات الاوسيليتورز بتبقى محكومه بحاجه زي كده. اما لو المؤشر الاوسيليتورز اللي هي الباوندد، الانباوندد لا مش محكوم بحاجه زي كده. الام سي دي بيبقى عادي خالص، مش لازم القمه الاولانيه ليها شرط والقمه الثانيه ليها شرط. اما الدايفرجنس في الار اس اي دي شرط. بس من المميزات بتاعه الار اس اي بصراحه ان انت بتلاقي عليه دايفرجنس كتير، ممكن ما تكونش ظاهره على مؤشرات ثانيه، لكن هنا بيقرا تسارع الصعود والهبوط بشكل كبير جدا. اي ضعف في الاسعار بسيط، الار اس اي من احسن المؤشرات اللي بينها. عشان كده بتلاقي دايما الدايفرجنس على الار اس اي كتير وواضح، وعلى اي تايم فريم. فانا برضو بستخدم الدايفرجنس على الار اس اي حاجه كويسه جدا بصراحه. فالاتجاه الصاعد فكرته ان انت بتعمل قمم سعريه جديده، لكن بيقول لك ان الصعود اللي انت شايفه ده لا في مشكله، او ما بقاش يطلع زي الاول، او الصعود اللي كان موجود مقارنه من قبل كده مش زي قبل كده. فبيبدا يقول لك ان المومنتم او التسارع بتاع الصعود بدا يقل، بيبينها لك مين بقى؟ الدايفرجنس. عشان كده من الحاجات المهمه، في ناس تقول لك لا المؤشرات مش مهمه اصلا ما تبصش عليها، لا هي مهمه في حته الدايفرجنس. لان انت لو بتستخدم كلاسيك بس، او بتستخدم التحركات السعريه او السلوك السعري بالمشتري البياع، طبعا ده رقم واحد، لكن مش هتوريك. لو انت بتستخدم التحركات السعريه فقط، السلوك السعري بين المشتري والبياع فقط، مش هتعرف تحسب الدايفرجنس حتى، وبالنظر مش باينه، بالنظر هي مش هتكون باينه، لان انت قدامك ان الاسعار بتعمل لك قمم سعريه جديده، الاسعار عماله تطلع، لكن الدايفرجنس على المؤشرات هي اللي بتقول لك ان الصعود ده فيه مشكله. عشان كده بقول لك ان المؤشرات مهمه، بس مش تحط كل المؤشرات، لازم تعرف كل مؤشر بيعمل ايه. تمام كده؟ طيب ده هخليه على طول تطبيق اهي. هنا انتوا المنظر ده انتوا شايفين فيه مشكله، صعود بدا يمشي اتجاه عرضي ميل للصعود، والمفروض هيكمل الصعود بتاعه الموج الصعب. لكن لو المؤشر مش موجود وقبل الهبوط ده ما يجي، لو احنا واقفين هنا الشكل ده كده، حد يفكر ان انت مثلا هيبقى فيه هبوط في الاسعار؟ لا. ليه؟ لان شارب موف طبيعي ان الاسعار تعمل تصحيح عشان تكمل صعود تاني، فالتصحيح ده عادي يبقى سايد واي، عادي يبقى سايد واي، فده اللي حصل. بس ان يجي هبوط ده كله تاني، بصوا هنا بقى على الار اس اي مديني ايه؟ اول واحده 70، تاني واحده اقل من 70 حاجه بسيطه جدا، تالت واحده نزلت من تحت ال70 عادي، يبقوا 3 قمم تريبل توب عادي، يعني يا اما دبل توب يا اما تريبل توب على ال70. بس ليها شروط، الدايفرجنز ليها شروط، يعني ما ينفعش الاقي مثلا دايفرجنز عند الميد رينج، ما ينفعش الاقي دايفرجنز الاثنين تحت ال70، يعني ما ينفعش خالص، لازم اول قمه تبقى فوق ال70، وما ينفعش النهايه تبقى عند ال70 وتلاقوها نزلت تحت الميد رينج وطلعت تاني قبل 70 وبدات تلف، تقولوا لي ان دي دايفرجنت. لا، لازم الاثنين يبقوا متتاليين او الثلاثه يبقوا متتاليين، ما ينفعش تنزل الميد رينج وتطلع. اللي اقصده اللي ايه؟ هحاول ارسمها لكم كده. ما ينفعش مثلا هنا كنت انا هنا عند 70 في اول قمه اهي، اروح جايه نازله عند الميد رينج واطلع وابدا انزل من تحت ال70 تاني، وتقولوا لي ده كده دايفرجنس، ده مش دايفرجنس. ليه؟ القمتين بعدوا عن بعض، بعدوا بقاع، اصلا قاع واضح جدا، قاع واضح جدا، والقاع ده راح لمس الميد رينج، مش معنى كده ان انا كده عندي دايفرجنس. لا، الاثنين قمتين متتاليين او قاعين متتاليين اهي. الصعود قمة أولانية، السعر نزل صح حاجة بسيطة وبدأ يعمل لي قمة تانية هنا قبل الهبوط ده، قبل الهبوط ده هنا كان في مشكلة. لو أنا بعتمد على
الكلاسيك بس، او انا بعتمد على السلوك السعري بين المشتري والبياع، بعتمد على التشارت بس. هنا كان باين لي اي حاجه، مش هنا بالنسبه لي لما اخترق المقاومه دي بالنسبه لي كانت فرصه كويسه تاني للشراء، وان انا ابدا اشوف صعود على الزوج وان انا مثلا اشتري. مين وقفني؟ لو انا بستخدم الار اس اي الدايفرجنز على الار اس اي، بدا في وقت ان الاسعار كانت بتعمل لي قمه اعلى من قمه واغلاقات ايجابيه زي ما انتم شايفين على نص ساعه على اي تايم فريم مؤشر الار اس اي اقدر استخدمه. لقيت ان انا على الار اس اي مديني لا استنى، تسارع الصعود بدا يقل، بقى واحده اول قمه فوق ال70، تاني قمه، يعني اهم حاجه ان هي تبقى اقل من اللي فات. يفضل ان هي تكون تحت ال70، بس عادي ان هي تبقى برضه فوق ال70، بس اهم حاجه زي ما قلت لكم تبقى اقل من اللي فات. يعني مثلا ممكن اللي فاتت دي تبقى عند ال80 والتانيه عند ال70 وهكذا. تمام. اللي كنت بقول لكم عليها في حته الدايفرجنز اهي، دي مش دايفرجنز، دي كده بصوا الشكل ده. هتقول لي ايه ده، طب ما ده قاع اعلى من قاع. اقول لك، وهنا برضو قاع اعلى من قاع، دي فيلير سوينج. بس لو دي كانت هنا، دي لو كانت عامله قاع تانية قاع اقل، ده كده المفروض قاع اقل من قاع بدا يديني هنا قاع اعلى من قاع، ده دايفرجنس دي. بس دي مش دايفرجنس، دي مش دايفرجنس. ليه مش دايفرجنس؟ لان الاسعار او المؤشر طلع اختبر المقاومه الاول اللي هي الميد رينج، وبدا ينزل تاني شويه بدا يطلع. فده لا، دي ما بعتبرهاش برضه دايفرجنس، دي مش بعتبرها دايفرجنس، بس بتديني قرايه. القرايه بتاعتها ان الاسعار او تسارع الهبوط اللي كان موجود بدا يقل، بس ما اعتمدش عليها بشكل اساسي ان هي دايفرجنس. تمام. ما ينفعش تطلع عند الميد رينج، يبقى قاعين متتاليين، قاعين متتاليين لأعلى. تمام كده. بس طبعا القاعة الأولانية لازم يكون تحت ال30، والقاعة التانية يبقى عند ال30 أو فوق ال30، لأن الدايفرجنت بلاقيه في الصعود مناطق شفاعات الشرائية ومناطق شفاعات البيعية، عند ال70 أو القمة وعند ال30 أو القاع. تمام كده. أوريها لكم برضو على التشارت المنصة، برضو نفس الموضوع اهو، قمة أعلى من قمة هنا لحد قبل ما الأسعار تبقى فيها هبوط. أنا بالنسبة لي ما كانش في أي مشكلة في الأسعار وفي صعود زي ما أنتم شايفين، لكن الـ RSI بدأ يديني إن في دايفرجنز موجود، تسارع الصعود اللي موجود ده بدأ يقل، الصعود اللي موجود بدأ يضعف، مع إن أنا مش شايفاها على الأسعار، أنا ما بكونش شايفاها على الأسعار. هي دي الفكرة، ودي ميزة المؤشرات الأوسيليتورز اللي بتوريني الدايفرجنز أو بتوريني مومنتم اللي هو تسارع الصعود والهبوط. الفيلير سوينج، الفيلير سوينج هي نفس الفكرة بتاعت الدايفرجنز، بس ليها فرق. مش الدايفرجنز بيقول لي ان انا لو انا في اتجاه صاعد بعمل قمم سعريه اعلى، بس القمم السعريه دي فيها مشكله. الدايفرجنز على الار اس اي يقول لي ان في قمه اقل من قمه بتحصل في وقت ان الاسعار بتعمل قمه اعلى من قمه، كده يقول لي في دايفرجنز، في ضعف الاسعار. الفيلير سوينج بقى مش لازم ان الاسعار تعمل قمه اعلى من قمه عشان يبين لي ان في ضعف في الاسعار، لا عادي خالص، عادي ان الاسعار وقتها تبقى عاملة قمة أقل من قمة أصلا. بصوا هنا أنا ما عنديش أمثلة كتير عليها، لأن أنا كان تركيزي بصراحة على الدايفرجنت. خلوني كده أشوف أنا أهو، ده مثال كده على الدولار فرنك. خلوني أشوف أنا عاملة مثال تاني. لا، هو ده المثال اللي موجود على الفيلير سوينج. فكرته إن مش شرط ان الاسعار وقتها تبقى عامله قمه اعلى من قمه، لا، بدا ان تديني قمه اقل من قمه صغيره موجوده وقتها، ان الاسعار او المؤشر نفسه بيديني قمه اقل من قمه، نفس السلوك السعري. بس الفكره في ايه بقى؟ ان القاع اللي بيربط ما بينهم ما بين القمتين لو اتكسر كده تاكيد فيلير سوينج، كده تاكيد تريده بيعيه، كده تاكيد تريده بيعيه. والعكس، لو هنا الاسعار بتعمل لي زي مثلا هي كده سيم بوتومز، تمام، ولقيت ان هنا على
المؤشر بيديني قاع اعلى من قاع، هيبدا يقول لي ان انا عندي فيلير سوينج، لازم المقاومه ما بين القاعين يتم اختراقها. تم اختراقها كده بالنسبه لي فيلير سوينج اتكون، فيلير سوينج اتكون، تمام. هي بس الفكره في تحركات الاسعار نفسها، عشان اقول ان ده دايفرجنس، لازم لو لقيت قمه اعلى من قمه في الاسعار والاقي على المؤشر قمه اقل من قمه، كده دايفرجنس. لكن في الفيلير سوينج لا، عادي ممكن الاسعار اصلا تبقى بتعمل لي قمه اقل من قمه، والار اس اي بيديني فيلير سوينج برضو قمه اقل من قمه، ونفس الشروط بالظبط اللي هي برضو عند ال70. دي لو حد عايز يصورها، دي مش بتتقال كتير، هي ما بتبقاش موجوده كتير، بس عشان تعرفوها يعني مهم ان انتوا تعرفوها. ليه؟ لان انتوا مثلا ممكن تلاقوا قمه اقل من قمه بتتعمل في الاسعار، وفي نفس الوقت قمه اقل من قمه بتتعمل على المؤشر، تقولوا ايه ده، لا ده مش دايفرجنس، ده انا مش هقدر اعتمد عليه. لا، ما في حاجه تعادل الدايفرجنس، حاجه اسمها فيلير سوينج. بس اول ما بكسر القاع اللي ما بين القمتين في المؤشر، كده بالنسبه لي كونفرميشن بير. والعكس، اول ما بخترق المقاومه اللي ما بين القاعين على المؤشر، ده كده بيديني تاكيد شراء. نيجاتيف بلاقيه عند تشبعات الشرائيه، والبوزيتيف بلاقيه عند التشبعات البيعيه، برضو زي الدايفرجنس، نيجاتيف دايفرجنس وبوزيتيف. النيجاتيف بلاقيه فين؟ عند ال70. ليه نيجاتيف؟ لان هو بيقول لي ان تصنع الصعود بدا يقل خلاص، وان الصعود ده بدا يبقى في حاجه غلط، فنيجاتيف دايفرجنس. نفس الفكره برضو بالنسبه للفيلير سوينج. خلوني بقى نرجع على المنصه ونبدا نشوف حته الموفينج افريج، انا اصلا نحطه ازاي. بس قبل بقى ما نحطه، نبدا نشوف واحدة واحدة كده. ده الذهب، أسعار دلوقتي على الساعة دي، مش دي قناة سعرية. في حاجة أقولها لكم هنا، مش أنا بقول لكم إن الميد رينج بالنسبة لي عند ال50، بس أنا بحط له فلتر برضه بحط له فلتر. يعني إيه فلتر؟ لو أنا عندي في اتجاه هابط، المفروض ان المؤشر ماشي فين؟ لو انا في الاتجاه الهابط، المؤشر ماشي ما بين الميد رينج اللي هو ال50 والاوفر سولد، بحط فلتر فين؟ ال50 وال60. خلوني كده اشوف الاتجاه ده، اتجاه هابط اهو على اليورو دولار. بصوا 50 و60 ده كده، دي كأنها منطقة مقاومة، مش بعتمد على ال50 بس. طب انا لو اعتمدت على ال50 بس، كنت كذا مره السعر طلع او المؤشر طلع واداني ان انا هطلع كده خلاص، بس كان فليره، يحصل فليره على المؤشر او يحصل فليره على المؤشر تاني، عشان تبقى واضحه، عشان دي ممكن برضو يعني الناس اللي بتستخدم الار اس اي ممكن مش ما تكونوش واخدين بالكم منها. تاني، الميد رينج بتاعي هو ال50، ده الكتب بتقولها، بس ال50 بيبقى ليها فلتره على حسب. لو انت في اتجاه هابط، يبقى انت المفروض المؤشر ماشي فين؟ ما بين الميد رينج والاوفر سولد، يبقى ال50 وال60 تعلي على ال50، تبقى منطقه للفولس بيك، للاختراقات الكاذبه. لان انت لو ما كنتش عامل حساب الاختراقات الكاذبه، اهي كان هنا، مش ده كده بالنسبه لكم اختراق كاذب؟ بصوا، مش هنا ده اخترق الميد رينج، يعني اخترق مقاومه. ايه ده، يعني الاسعار بتحضر للصعود خلاص كده، اهي عند المنطقه دي كده. اتاري اصلا المنطقه دي كانت نهايه الصعود بتاعت اليورو دولار. ده ديلي على فكره. بصوا، اليورو طلع حوالي 200 نقطه واخترق هنا الميد رينج. ايه ده خلاص، ده بيغير اتجاه. لا طبعا ما كانش بيغير اتجاه ولا حاجه، عشان ما تكونش اشتريت في القمة، يعني ما تكونش اشتريت في القمة اللي حصلت. فال50 وقتها يبقى معاك ال60 كمان، لازم يبقى فيه ال60. طب العكس بالنسبة للاتجاه هنا، بصوا لو انتوا بقى ده ال60 ده الاخر بالنسبة لكم، يعني طول ما المؤشر ماشي ما عداش ال60، يبقى انتوا ستيل لسه في اتجاه هابط، ستيل لسه في اتجاه هابط. بصوا هنا، بصوا اليورو دولار وقت ما كان سايد واي، وكله كان بيقول خلاص هيبدا يطلع، دي كانت القمه برضه. بصوا
لمس الستين ونزل. بس انتوا تبقوا عارفين ان الستين على مؤشر الار اس اي ده الاخر بتاعه، ده الاخر بتاعه. هنا نفس الكلام، عدى ولا مره؟ عدى الستين، ما عداش الستين. طيب لو نشوف في اتجاه صاعد، خلونا الموفينج كانه مش موجود، يعني يعملوا له سكيب بس كده كانه مش موجود خالص. او خليني اشيله عشان ما تتلخبطوش، اهو الار اس او. مش ده مؤشر الدولار الامريكي على ديلي؟ مش ده اتجاه صاعد قدامكم؟ طيب انا لو انا معتمده على الار اس اي، يعني الار اس اي المفروض ان اصور في الاتجاه الصاعد ماشي ما بين الميد رينج اللي هو بيأكت كسبورت او بعتمد عليه كدعم، والاوفربوت. طيب بصوا هنا كسر اهو، مش هنا ده كسر ال 50، يبقى اعتبره ان هو كسر كده خلاص بيغير الاتجاه. لا هنا اهو حطوا الفلتر بتاعكم، حطوا الفلتر للدعم اللي هي الحاجات يا جماعه بتاعت الكلاسيك بتاعتنا، الكلاسيك الكاذب والاختراق الكاذب بالنسبه للمؤشرات. بتحطوا لها برضه فلتر ال 50 لو انت في اتجاه الصاعد، بتحط ال 40 كمان، تعتمد على ال 40 كمان. طول ما المؤشر ما كسرش ال 40 انت ستيل في اتجاه صاعد، طول ما كسرش، طول ما المؤشر ما كسرش ال 40 انت ستيل في اتجاه صاعد. تمام كده؟ ما تعتمدوش على الميد رينج بس، خلوها منطقه عشان تتفادوا حتة الكسر الكاذب والاختراق الكاذب. دي على ده على الذهب، قناة سعرية اهي، أول ما اتكسرت اتكسرت طبعا. هو هنا بالنسبة لي كان أصلا بيعمل لي دايفرجنس، تمام. الأسعار كان بتعمل لي على الذهب، الذهب لما وصل ل 1906 ده كان الهاي بتاعها اصلا، ده كان الهوي. مين المؤشر اللي يدين دايفرجنز كويس؟ الار اس اي طبعا، ومع الام سي دي. بس انا بتكلم على الار اس اي على ان هو مؤشر باوندد، ليه حدود، حد ادنى وحد اقصى. فبصوا هنا، هنا سعر القمه اعلى من قمه، تمام. والطلعه اصلا بتاع الساعه دي كان يقول لي ان خلاص اصلا الذهب مكمل صعود تاني للمقاومه دي، لكن هنا قمة فوق ال70، ولما السعر طلع يعمل قمة جديدة، بصوا هنا القراية بتاعت الـ RSI، عمل لي قمة تانية تحت ال70، عمل لي قمة تانية تحت ال70، قمة فوق ال70، قمة تحت ال70، في وقت الأسعار بتعمل قمة أعلى من قمة. ده دايفرجنز، يقول لي إن الصعود اللي حصل على الذهب ده في حاجة غلط، الصعود اللي حصل على الذهب ده في حاجة غلط، تمام. في نفس بقى كان الذهب أصلا كان سوري ان في نفس الوقت الار اس اي كان فيه قناه سعريه صاعده، وكان وصل اصلا لحد العلوي القناه السعريه الصاعده على الار اس اي، وبدانا نشوف هبوط. فلما طلع، لما عمل قمه جديده، بدا يعمل لي قمه اقل من قمه، فقمه اقل من قمه. الناس اللي حاضره كانت حاضره معايا خطوط التغيير القناه السعريه، يقول لي ان القناه السعريه دي رايحه تتكسر. يعني كل الاكشن اللي الذهب عمله مؤخرا عند ال 1900 كان نزل حوالي 380 نقطة، كان اوريدي اصلا مين اللي قاريه؟ الار اس اي. طب دلوقتي انا ستيل فين؟ انا ستيل لسه في النطاق الهابط، في النطاق الهابط للاتجاه، اتجاه الذهب. ليه؟ الاسعار نزلت كسرت، ولما حاولت تطلع هي ستيل فين؟ ما بين ال 50 وال 60 اللي هي عند منطقة مقاومة، عند منطقة مقاومة على الار اس اي، تمام كده؟ في حاجة، ده الاسترالي، القاع الاولاني، الثاني، الثالث كسر لما الاسعار كانت هنا، لما الاسعار كانت هنا قبل الهبوط ده كله على الاسترالي، هبوط حوالي 160 نقطه. انا بتكلم عن الحاجات بتاعت الاسبوع ده. هنا كان اوريدي كسر خط اتجاه صاعد، كسر خط اتجاه صاعد مع مين؟ كسر لي كمان الميد رينج بتاعي، كسر لي الميد رينج بتاعي. لو انا في اتجاه صاعد، فكمان انا معايا مين؟ ال 40، معايا ال 50 وال 40، مش ال 60 بقى. ال 60 ده بيبقى في الاتجاه الهابط، اما ال 40 بيبقى معايا في الاتجاه الصاعد. خلوني بقى احط هنا موفينج افريج،
خلوني اشوف اسئلتكم. هو نفس استراتيجية الاستوكاستيك التأكيد عند اختراق القاع في حتة ده كله ده بالنسبة لكل المؤشرات اللي بتعتمد على ان هي تكون باوندد وبتعتمد على مناطق التشبعات الشرائية والبيعية. مش اول ما يوصل لمنطقة تشبع شرائي يبقى انا كده وصل لاخر الشراء وبيع، لا لا خالص. لان يعني في ناس كتير للاسف بتفتكر كده ان السعر او المؤشر اول ما يوصل للـ70 يلا انا هدور على البيع، ده غلط. المؤشر اول ما يوصل للـ30 يلا انا هدور على الشراء، عشان وصل للـ30 لا ده لازم يرد، ده تشبع بيعي. لا لا لازم تبقى عارف قراية كل مؤشر ايه عشان تعرف تعتمد عليه، واي سيجنال هتاخدها على المؤشر لازم اصلا يحصل الارتداد، لازم يا اما ينزل من المنطقه بتاعت الـ70 او ينزل من المنطقه بتاعت الـ80 اللي هي في الاستوكاستيك، او يطلع من منطقه الـ30 للار اس اي، او يطلع من منطقه الـ20 في الاستوكاستيك. دي واضحه، دي لازم اصلا. تمام، خليني هنا احط الموفينج افريج، بتحطوه هنا النافيجيتور. تمام، هنا ترند الموفينج افريج تسحبوه على الار اس او. انا الاول كنت بستخدم 100 بس، يعني موفينج افريج واحد، فبقيت احط الاثنين كانهم الاثنين فلتره في حد ذاتهم، الاثنين فلتره في حد ذاتهم 100 و200. انا بقيت احط 100 و200. عايز انت ممكن تجرب 50 و100، لو انت بتشتغل على الفريمات الاصغر ممكن تشتغل على 20 و50، بس انا بستخدم 100 و200، ده اساسي بالنسبه لي. ده هنا ال 200 بس. التراك في حاجه ابلاي تو لازم تغيرها، هي مش للكلوز، هي مش للكلوز. الكلوز ده يبقى هيحط لك الموفينج افريج على اسعار. انا عايزه للبريفيوس انديكيتورز داتا، عايزه احط الموفينج افريج ده على الارسنال الانديكيتور اللي موجود، هتلاقيه اتحط. اما لو عملته ابلاي للكلوز مش هيتحط، هيتحط هنا على الاسعار ومش هيحطه على على الار اس اي وقتها. ده ال 100. تمام، موفينج افريج تاني اهو برضه سحبته، عامل ال 100 بقى، غير اللون، ابلاي تو بريفيوس انديكيتورز داتا. اوكي، الاثنين اهو متحطوا، الاثنين اصلا قريبين من بعض، فبالنسبه لي كويسين. بستخدمهم في ايه؟ فادوني فادوني، ما فادونيش خلاص هي فلتره. يعني ايه فلتره؟ زي هنا كده، او تاكيد كمان بيبقى تاكيد. بصوا اللي انا بشوفه انه لو اخترق او لو كسر الموفينج افريج، لو الاسعار او المؤشر كسر الموفينج افريج اهو، مين المؤشر راح يعني قابل مين الاول؟ الاثنين موفينج افريج كسرهم، بعرف ان هو كمان رايح يكسر ميد رينج، رايح كمان يكسر ميد رينج. طيب لو هنا اخترق، لو كان الموفينج افريج هو الاول واخترقه، بعرف ان هو رايح يخترق الميد رينج كمان. طيب بيرياكت كسبورت وريزيستنس برضه، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابقى انا داخل تريد اخرى وان هو يكون يعني مثلا هنا على الاسترالي في المنطقه دي كده. لو حد كان بيفكر يشتري الاسترالي بعد الهبوط ده كله، بص هنا، بص هنا، يعني انت في منطقه ميد رينج بتاعه الار اس اي، وفي نفس الوقت هو بيصبر ايه، هو بيختبر مين؟ الموفينج افريج، بيختبر الموفينج افريج. هنا مستحيل اشتري، هنا مستحيل اشتري. يبقى كده انا عندي اتنين فلتره، الموفينج افريج معايا، ومعايا مين؟ الميد رينج. طب لو اخترقوا الموفينج افريج يبقى انا عارفه ان هم رايحين يخترقوا الميد رينج. تمام، في برضو حاجه تانية على الفريمات الكبيره، على الفريمات الكبيره بس هبص لكم عليها اشوفها. اوقات كنت بشوف ان انا مثلا اهي، مثلا ده الاسترالي على الديلي، على الفريمات الكبيره بشوف ان المؤشر نفسه هيروح جاي بيعمل ارتداد من الموفينج افريج، بعرف ان هنا في فرصه شرائيه كويسه، او هنا في فرصه بيعيه كويسه، زي دي كده، زي دي الاسترالي.
خلوني هكبرها لكم بس اعلمها الاول عشان ما تطفش مني. بصوا الصعود بتاع الاسترالي ده، مع انه بصوا هنا اخترت مقاومه، مش دي مقاومه على الديلي مهمه، ده على الديلي ماشي، ده كان كسر دعم قوي، الدعم لما بيتكسر بيتحول لمقاومه، فطلع اخترق مقاومه، فاي حد يشوف ان هو اخترق مقاومه هيروح يشتري صح كده، عشان ان هو يطلع بقى المقاومه دي تاني. لكن بصوا الار اس اي، الار اس اي طبعا كان في حته الميد رينج اللي هي ال 50 عند ال 50، وفي نفس الوقت بصوا لما اختبر الموفينج افريج 100 و200 لمس الموفينج افريج ونزل طلع لمسه تاني، خلاص كده دي اصلا منطقه بالنسبه لي ميد رينج مع موفينج افريج، دي بتبقى منطقه قويه جدا جدا جدا. واوقات كتير برضو تلاقي ان الاسعار بتختبر الميد رينج مع الموفينج افريج تبدا ترد، ده بيديك سيجنال ان انت صح، انت ماشي صح. بصوا اختبر مين الموفينج افريج، اختبر مين الميد رينج، سوري المؤشر اختبر مين الموفينج افريج واختبر الميد رينج، طول ما هو كده كده انت في التمام جدا، طول ما هو كده انت الصعود اللي بتشوفه ده ما يقلقكش، الصعود اللي انت بتشوفه ده لا عادي خالص. طب امتى قلق؟ لو المؤشر طلع اخترق الموفينج افريج، اخترقه تعرف ان هو طالع يخترق كمان الميد رينج، طب اخترق الاثنين مع بعض تعرف ان الاسعار اصلا بتغير اتجاهها خالص. تمام، الموفينج افريج يا اما انا بستخدم على طول بستخدم 100 و200 الاثنين مع بعض 100 و200، بس انت ممكن تستخدم 50 و100 لو انت فيرماتك صغير، بس من الافضل تستخدم يعني انا الحاجات اللي انا مجرباها ال 100 و200، ال 100 و200 انا مجرباهم فبالنسبه لي كويسين. الناس اللي بتستخدم الار اس اي ضيفوا عليه الموفينج افريج زي ما انتم شايفين بيديكوا تاكيدات اكتر، بيديكوا تاكيدات اكتر، لان انتم ممكن تتلخبطوا في حته اختراق الميد رينج، في اختراق الميد رينج. تمام، ده اليورو بالنسبه لي الفلتر ده مهم جدا، الفلتر في الهبوط مهم، الفلتر في الهبوط بيبقى 50 و60، الفلتر في الصعود 50 و40. تمام، نفس الموضوع، خلونا هنا نضيف الموفينج، هعمل له بس تمبلت عشان ما اقعدش انزله كل شويه. موفينج افريج تمام، خلينا نبص على البيتكوين. البيتكوين ده سايد واي متلخبطين، بصوا على الار اس اي عمال يروح للاوفر سولد يطلع للاوفر بوت، ينزل للاوفر سولد يطلع للاوفر بوت، ده كده يبقى انت فين؟ في اتجاه عرضي، يبقى انت في اتجاه عرضي. طب انت تعرف ان انت هتخرج من الاتجاه العرضي لو انت عايز تعرفه من المؤشر، لما ما يعملش اللي هو كان متعود يعمله، يعني ايه؟ مش هو كان متعود لما يوصل لمقاومة يبدأ ينزل بس يروح فين؟ يروح للأوفر سول اللي هو متعود يروح عند العشرين والعشرة. طيب لما الأسعار أو ألاقي المؤشر بدأ يرد من قبل التلاتين كمان، وألاقي إن الأسعار كمان عمالة بتعمل لي إيه؟ قيعان أعلى، أعرف إن أنا قربت أخرج من السايد واي، قربت أخرج من السايد واي. تمام، هنا فلتر كويس، الصعود كل الصعود اللي كان على البيتكوين الأخير هنا الأربع ساعات قبل طبعا النزل اللي احنا شايفينها دي، هنا كان الميد رينج وبيتست مين كمان؟ موفينج افريج، بيتست الميد رينج وموفينج افريج، كل ده ما يقلقنيش. بصوا هنا بقى لما كسر بداية موجة الهبوط بتاعت البيتكوين، البداية خالص كسر الموفينج افريج، بس انا كان لسه معايا فلتر لمين تاني؟ الفلتر في الاتجاه الصاعد
50 ولا 40. يعني انا كان المفروض معايا لحد ال 40 استنى، بس انا لو كسرت الموفينج افريج الاثنين موفينج افريج بتوعي اعرف ان انا 90% رايح اصلا اخرج من الميد رينج، وده اللي حصل. لا بخرج من الميد رينج. طيب انا لما بقلب بالاتجاه هابط، لما بقلب بالاتجاه هابط يبقى الرينج بتاعي بيتقلب مش 50 ل 40، لا من 50 ل 60، من 50 ل 60. تمام، لحد دلوقتي البيتكوين عند ال 50 و 60، ال 50 و 60 تمام، ما بيدعمليش اي صعود، ما بيدعمليش اي صعود دلوقتي. طبعا هو وصل ال 30 تاني، دي برضو كانت دايفرجنس. الحته دي كده دايفرجنس اهي، كبرها لكم. دي على الاربع ساعات على البيتكوين، وقت ان البيتكوين كان بيعمل لي قمه اعلى من قمه، هنا ال RSI كان بيعمل لي قمه اقل من قمه، والقمه الاولانيه فوق ال 70، يعني ملتزم بالشروط. هنا لو انا في اتجاه هابط والاسعار والموفينج سوري والمؤشر بدأ يعمل لي هنا دايفيرجنز ايجابي، دايفيرجنز ايجابي يعني ايه؟ يعني الاسعار بتعمل لي قاعين سعريه اقل زي ما انتم شايفين اهو، في وقت ان المؤشر عمال يعمل لك قاعين سعريه اعلى عند منطقه ال 30. طيب بس انا اصلا انا عارف ان انا في اتجاه هابط، يبقى المفروض ان الاتجاه الهابط على المؤشر ينتهي فين؟ ينتهي عند الميد رينج بتاعي ال 50 و 60. يبقى انا لو خدت تريده سريعه هنا عشان في دايفرجنس، اعرف ان انا اروح عند ال 60، عند منطقه ال 50 و 60 واقفل. فدي كده تتكلم من ال 39 800 ل 44، يعني انت بتتكلم في 4000 نقطة، 4000 نقطة في حتة تصحيح. مين وراها لي؟ الـ RSI برضه، فبيديني إشارات كويسة. لو في حتة الفلترة، في حتة الاتجاهات، في حتة الارتداد من الموفينج أو الارتداد من الميد رينج والدايفرجن، أكتر حاجة بستخدمها على المؤشر الـ RSI الدايفرجنز، لأن هي أصلا بتظهر لي كتير جدا على طول، يعني على طول بيظهر دايفرجن. خلونا نبص كده سريعا تاني، ده كده الاتجاه الصاعد. معنى ان المؤشر يمشي عمال يكسر الميد رينج ولا بيروح للاوفر بوت والاوفر سول، ان في سايد واي في السوق، بس السايد واي ده مش رينج كبير، مش رينج كبير، رينج صغير جدا. تمام كده، حد عنده اي سؤال؟ انا هكون معاك في سيشن تاني يوم الجمعه. انا الشهر ده مش هيكون فيه 2 سيشن بس، هما 4 الشهر ده ان شاء الله. فالسيشن الجايه انا هنتكلم عن حاجه كده اسمها استراتيجيه التراوي او سياسه التراوي، اللي هي البوزيشن تريدنج، الصفقات اللي هي السوينج اللي هي طويله الاجل. لو انت بتدخل على الصفقات طويله الاجل، ايه انسب طريقه تقدر تعتمد عليها في حته الصفقات دي؟ تمام، حد عنده كده اي سؤال في الـ RSI؟ تاني اخر حاجه الموفينج افريج بحطها من نافيجيتور، كان موفينج افريج اخده على الـ RSI نفسه المية، بس ابلاي تو لازم بعمله الانديكيتورز ديت لازم، وابدا احط غير كده هينزل على الاسعار. المحاضره دي هتنزل على اليوتيوب، هتنزل على اليوتيوب على الشانل الخاص بألفي ماركت. تمام كده هتنزل، بس هتنزل الاسبوع الجاي، لان كده خلاص احنا دخلنا في اجازه السوق. لو حد عنده سؤال ممكن يبعت لي على التليجرام وهرد عليه برضه ان شاء الله. التليجرام هتلاقوه باسمي برهان مجدي اف اكس، لو حد عنده اي سؤال بيكتبه لي وانا ببدا ارد عليه. واشوفكم يوم الجمعه الجايه، خلاص ميعادنا بعد رمضان كده خلاص رجع تاني الساعه 7 بتوقيت القاهره. اشوفكم على خير السيشن الجاي، شكرا لكم.